دبان بأمانة. انا ولا اي حاجه فاهم قصدي ايه؟ طيب ايه فاهم؟ يوم يجي لك حفلات زي في مثل بيقول لك عدس وترابه كله بحسابه. طب هتطلع كلمتين دول في الفيديو، عدس وترابه كله بحسابه دي؟ اوه عادي يا عم، ده احنا بنقول كلام اكتر من كده. انا بشوف بس ما فيش حد يعني مثلا عربيه 28 واحد تيجي تقول له انا عاملها ب 10000 جنيه ابويا، يقول لك ليه يا عم هترجعها لي بي ام؟ والله في ناس بتصرف عقل، في ناس بتصرف عادي. طب المعجونة دي خفيفة بقى ولا حاجة ولا هي على وضعها؟ لا اديتها تاني. لكن غير كده ما تنفعش. ها؟ المعجونة العلب مركونة. المعجونة تقيلة، معجون مركون المعجونة. بس أنا جبتها عادي جدا مش محتاجة تنر ولا حاجة. لا 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 لا، في معجون مركون. في معجون مركون مخزنينه عم أحمد. خزنين المعجون يابا، بيتاجروا فيه. طب انا هفتح لك علبه معجون لو راجل بس مشي فيها السكينه. ياه مشيها بس كده، مش خد بقى منها معجون وقلب. ابونا ماشي في بيتك سكينه خالص بال الله ينور عليك. ربنا يكرمك يا ابو حميد. تسلم يا ابو حميد. بس الكرة معمول زي النيلة. ربنا يخلي لنا المعجون. ما هو افرض زي ده، انت عشان خاطر تصلحه وعشان تعمله بدون معجون هتسأل صاحبه السمكري هيقعد يدق فيه قد ايه؟ بحق الرفرف. بحق الرفرف. يبقى تصلح بقى، يا اما تغير. يعني في ناس بتعمل عرباتها بدون معجون، بس الموضوع بقى مكلف. تجيب بقى العربيه تشيلها بالمزيل تماما وتقعد بقى تدقدق، وبعد كده تعلم للسمكاري وترجعها تاني بص من غير معجون دي. هو انا عاوز سمكاريه محترفه بقى، الموضوع قبل ما تكون بويا سمكاريه محترفه والعربيه ترجع له اكتر من مره. سمكاريه محترفه بقى، سيبك من ترجع له. السمكاري اصلا ايه؟ مهيئ للكلام ده؟ ودي حاجات نادره يعني. بص السلام زي ده على يتغير اصلا. عايز السمكاري نصلح ده كده بقى. احنا نفضل نفرش بيه في المكنه بقى ونلم ازاي، وبعد كده بقى نديله قصه معجون كده خفيفه كده. نفرش جاب المكنه كويس جدا 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 عشان ما تحطش معجون، عشان ما تربيش زي كده. وتدي قشره خفيفه بقى كده بعد الفلاب. صح. تفرش بمكنه الصنفاره كده، تفرشه بالمكنه تنيمه 100 100 120 بقى و320 و180، تفرشه 100 100 وتديله فلاب. حلو. وبعد الفيلم ترقص. ايوه صح. ما يتقص احسن ما يشيل معجون. بالظبط، ما يشيل معجون هتقطع.